سعيد مطولين لسه؟ لا خلصنا معلم. مديتوا شراشف نظيفه على الطاولات؟ طبعا معلم، كله مغسول ومكوي. لكان الله يرضى عليك، حط لي شقفه زريعه كبيره جنب هالطاوله هذيك اللي هنيك. ليش اللجنه جايه اليوم معلم؟ اي نعم. لك يا اخي ما بعرف شو محببها بهالطاوله، شويه ثانيه رح يطوبوها باسم هون. ليش اللجنه اللي جايه اليوم مو نفس لجنه امبارح؟ امبلا نفس لجنة امبارح، شعبة التراخيص والمنشآت. عفوا معلم، لا تفكرني حشري وعم بتدخل بشغلات ما بتعنيني، بس انا لحد هلا ما عرفت شو شغلة هاللجنة. شو شغلتها يعني؟ خربان بيوته بس، هدول بجرة قلم بيسكرونا المحل وبيقولونا الله معكم، روحوا اقعدوا ببيوتكم. شو هالحكي معلم؟ لهالدرجة؟ لهالدرجة واكثر كمان. باختصار شعبة التراخيص مسؤولة عن كل تراخيص المحل، ومسؤولة كمان عن مراقبته، يعني مين فات، مين طلع، مين عمل مشكلة، مين زلق لسانه بشي كلمة. بقى الله يرضى عليك يا سعيد، ما بدك توصاي، ها؟ بدنا ندللهم تمام، بدنا نحطهم فوق راسنا. ولا يهمك معلم، رح ندللهم مثل ما بدك وأكثر. بس معلم معلش اسأل سؤال ثاني. رح أطوجني بأسئلتك أنت سعيد، ها؟ ومع ذلك اسأل، خلصني، شو بدك؟ على شو جاي تكشف اللجنة اليوم؟ آها سؤالك صعب، ومو بس صعب كمان لعين كتير. ليش معلم؟ لأنه هن نفسهم ما بيعرفوا على شو جايين يكشفوا. وإمتى بيتذكروا يا حزرك؟ بيتذكروا بعد ما يتغدوا ويعبوا بطنهم ويشربوا أرقيل. آه ذكرنا القط إجينا. يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا وسهلا مرحبا. اهلين ابو حمد. يا اهلا وسهلا مرحبا. يا اهلا وسهلا مرحبا. اهلين وسهلا. شرفوا سيدي شرفوا. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلا ومرحبتين. اتفضلوا، هي طاولتكم المفضله. محجوزه دائما، يعني ما بيسترجي الطير الطاير يقعد عليها. يا الله شو شايف الشغل قليل. اي والله قليل سيدي، ما حمل موسم لسه، بعدين يبدو انه الناس ما عاد معها مصاري كثير لتفوت على المطاعم. ومن ناحية تانية المطعم لساته جديد، يعني الناس لسه ما تعودت عليه. إيه هيك؟ ها هلا رقعتها هيك الناس بتحكي. شو قصتك انت؟ لهلا ما اخذت شعار؟ انو شعار؟ شعارنا، شعار شعبة التراخيص والمنشآت. ليش انتو كمان لكم شعار؟ ليش شو ناقصين لحنا؟ لحنا مو دائرة حكومية مثلنا مثل باقي الخلق؟ مبلا ولو البركة فيكم، بس يعني سؤالي انه ضروري يكون لكل دائرة رسمية او حكومية شعار؟ شبنا ابو حمدي كتراني اسئلتك اليوم، ناولوا الشعار، ناولوا خلصني. ايه والله يسلموا الايدين. شعار متقن فعلا، متقن. ويا ترى هذا ببلاش؟ شو قصتك اليوم ابو حمدي؟ شايفك عم تشتغل فينا. اعوذ بالله، شو اشتغل فيكم؟ بس يعني لك يا ابو حمدي، هذا الشعار اذا بدك تقدره بمصاري ما بيتقدر بثمن. مو هيك يا سيدي؟ وانا هيك عم اقول، لانه قيمته معنويه هاد. ها هلا بلشت تفهم، لحنا ما حطينا له سعر، بقى شو بيطلع من خاطرك؟ اعطينا بكفي 2000 ليره؟ اعملهم ثلاثه. على عيني وراسي، تكرم. عطيه فيهم وصل. سيدي ما بدها وصل. شو تتغدون؟ لا بلا ابو حمدي، لساتنا مكركبين من غدا امبارح. ايه نحن اولاد اليوم، دخيلك، شو بدنا بامبارح؟ يا سعيد. امور معلم. ركز لنا طاوله على كيفك الله يرضى عليك. شو رايكم تذوقوا الكباب الارمنازي؟ ارمنازي، فرشة بصل تحت منه بقى سيدي. ليش لا؟ مندوق ما فيها خسارة. عظيم، خذ يا سعيد الشعار الله يرضى عليك، حطه مع جنب. حاضر معلم. ولك احمله منيح، العمى ضربك بالايدتين لك ابني. حاضر. وينك ابو حمدي؟ نعم. هذا الشعار لازم تنطفوه كل يوم، تمسحوا عنه الغبرة، وكل اسبوع تعملوا له ليفة، سمعت مني يا ولد؟ حاضر سيدي حاضر. لك اوعى يوقع من ايدك لك ابني، ضمه على صدرك منيح، ايوه هيك منيح. يلا انصرف اشوف. ايه سيدي طمنوني، ان شاء الله عجبكم الكباب الارمنازي. ممتاز كثير، بس بدي اقول لك معك رخصه فيه. ليش بده رخصة؟ ليكو التاني ليكو. ولك حبيبي كل شي بهالمطعم بده رخصة، لحنا ليش واعدين لكان؟ فاتحين شعبة طويلة عريضة فيها 40 موظف و20 عنصر و7 سيارات وشعار. معلش بجوز ما بيعرف. شوف أخي أبو حمدي، أنت هلأ بدك تقدم لنا بيان بالكلفة مع عينة، يعني
بتشوف قديش بكلف السيخ ونحنا منسعر لك يا. ايوه بسيطه مو مشكله، بس صدقني ما كنت عارفان انه ترخيص الكباب من عندكم. تراخيصك كلها من عنا، نحن مسؤولين عن كل شيء بهالمنشا حتى الامن. انو امن؟ يلي قصده الزميل انه امن هالمحل هاد من صلب اختصاصنا. شوف حبيبي، يعني اي مشكله بتتعرض لها بهالمنشاه هي ما عليك الا انه ترفع السماعه وتطلبنا، وقبل ما تسكر السماعه منكون عندك. سيدنا بتحبوا تشربوا اراجيل بعد الاكل؟ صحيح ذكرتني، على ذكر الاراجيل انتوا جبتوا موافقه شيء؟ لا والله عم بشتغل فيها، مالي نسيانها. انتبه، موافقه المعسل لحال والتمباك لحال. شو الحكي؟ انا فكري كل هالشغلات رخصه واحده. لا عمي لا، كل شيء لحال. يرضى عليك، قلي لك ابني وين حطيت الشعار؟ على مكتب معلمي ابو حمدي. ولك يا ابني هذا اسمه استهتار، شعار شعبتنا ما بنحط هون ابدا. لك ليش هيك يا سعيد؟ ليش هيك؟ انه حدا بيعمل عملتك انت الثاني. سيدي انتو ما قلتوا لي وين لازم حطه؟ شو ابو حمدي؟ كل شيء الا الشغله يرضى عليك. الكباب الارمنازي بيناتنا لحال والشعار لحال، احترامه من احترامنا وهيبته من هيبتنا. فهمت شو عم بقلك ولا لا؟ خلص على عيني ولا يهمك. روح سعيد علق الشعار بصدر المحل وجيب اراجيل للشباب. حاضر معلم. نحن عم نحكي الحكي مشانك يا ابو حمدي، نحن بدنا مصلحتك. قل له ليش سلخنا مطعم الجسر ببط من كعب الدست وكنا رح نختم له اياه بالشمل الاحمر. قل له ليش يا ترى؟ لا اطنا لحش الشعار تحت الطاوله وكل فكره ما رح نشوفه. لا 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 لا، حدا بيعمل عملته الله يصلحه ويهديه، انه حدا بيعمل هالعمله تحت الطاوله؟ لك العمى على هالقصه، ما صار لي فاتح المحل شهرين وبهالشهرين صاروا مشرفيني 5 مرات. شو بيجوا بيعملوا؟ قال شو جايين يفتشوا على شو؟ على الرخص. ولك مو 50 رخصة وموافقة أخذت لحتى فتحت المطعم أنا؟ ما في خواص، لازم يجوا كل يوم ليسألوا عن رخصة شكل. ايه وما يسألوا عن الرخص كلها فرد مرة؟ ما بتوفي معهم حبيبتي، لأنه عاملين حسابهم لكل سؤال غدا. يوم بيسألوا عن الرخصة السياحية، يوم عن الرخصة الإدارية، يوم عن موافقة الأراجيل، يوم عن الموافقة الأمنية، يوم عن موافقة البرنامج الغنائي، ويوم بيعملوا تفتيش على الجراسين كلهم وبياخدوا هوياتهم وبيملوهم استمارات وحالة. ولي على هالعلقة؟ لا ودبقوا المحل فرد دبقة. على بكرة بتصبح بخلقتهم، المسا بتمسى بخلقتهم. ولو في شغل مثل العالم والناس والله ما بزعل، بس ما في شغل. وين الشغل؟ ما في غير القلة والنياحة. انت الحق عليك، يعني ليش بتنبهر فيهم وقت بتشوفهم؟ اصلا الوش البشوش هو يلي بجيب الضيف الثقيل، يعني لو تكشف وشهم شوي. لك شلون بدي كشف وشهم؟ ليكو التاني ليكو، شلون بدي كشف وشهم ورقبتنا كلياتها بايدهم؟ ما بقدر يا روحي ما بقدر. بدي استقبلون واضحكلون ووجبون ودللون ومسحلون جوخ ورجلي فوق رقبتي. ولك شعبة التراخيص والمنشآت هدول مو شعبة صف ابتدائي. لك وين رايحة؟ بدي حط لك عشاء. ما بدي عشاء، أزت نفسي شوفتهم، أززت لي نفسي خاصة منظره لهذا رئيس اللجنة. ليلي
الله، يا اهلين وسهلين ومرحبتين، شرفتونا يا ميت مرحبا. شو يا ابو حمدي؟ شايف طاولتنا مو محجوزه؟ انتوا الحق عليكم، يعني لو خبرتوني قبل بسلاف كنت حجزت لكم الطاوله من عيوني، بس على كل حال ما صار شيء. وين بتحبوا تعدوا؟ انا بالخدمه، المحل محلكم. شو استفدنا اذا المحل محلنا وما في ولا طاوله على البيست؟ يعني معقولة نقعد بعيدين عن البيست؟ لا شو بعيدين عن البيست؟ قال بعيدين عن البيست قال. شرفوا شرفوا شرفوا، يا اهلا وسهلا ومرحبا. يا ميت مرحبتين، اهلا وسهلا ومرحبا، شرفوا. يا فضيحتنا قدام فرع ثلاث اربعات، اذا اجوا وشافنا قاعدين هون شو بدي اقول عنا؟ قول يا شماتة الدورية الثلاث سبعات، اذا خطر على بالهم يمروا باخر الليل وشوف وشو في. الله يستر، شو هالحكي هاد؟ موقفنا بيكون بايخ تمام. الحقيقة يا جماعة أنا خجلان منكم كتير، بس يعني لو خبرتونا كنا. شبنا أبو حمدين، شو نعلمكم شغلكم كمان؟ لك لازم تكون قايم طاولات احتياط لهيك زنقة. لك قولوا إحنا أوادم ما بنحكي، بس غيرنا ما بيسكن. المفروض تكون قايم طاولات احتياط هيك العادة. لك بالمطاعم، بالسينمات، بالبولمانات السياحية بيقيموا طاولات احتياط، طاولات كراسي احتياط. شبنا أبو حمدين؟ ايه المعلم، كمان بعلب التليفونات بالطريق ما في علبة تليفون الا وفيها خطين او ثلاثة شاغرين. لك لك هيك الشغل المزبوط يا ابو حمدي. خلاص يا جماعة اسرعوها بداني هالمرة. قلي لي شوف ابو حمدي، صار له زمان البرنامج بديان؟ من ساعة تقريبا. اخذت في موافقة؟ ايه طبعا طبعا. والاخ اللي عم بيغني هنيك معه رخصة؟ رخصة شو؟ اذن رسمي من العمل بالمرابع السياحية من نقابة الفنانين معه؟ الحقيقة هي اول يوم له بالمطعم. معلش ابو حمدي بدك تعذرنا، كل شيء لحال، بدنا نضطر ناخده موجودا. شلون تاخدوه موجودا يعني؟ شو شلون؟ بدنا نعتقل المطرب لأنه عم بيغني بلا إذن عمل. شو الشغلة فوضى؟ شو كل واحد يجي على باله يغني؟ بده يغني؟ أنت يا أخي إذا سمحت وقف الغنى إذا سمحت. أنتوا يا موسيقيين حافظوا الموسيقى. يا عم أحد عم بيغني يا أخونا، وقف لي وقف لي الصوت أشوف. أيوة مرحبا يا ميت. أهلين، يعطيك العافية. الله يعافيك. شلونك؟ الحمد لله. شرف معي إذا تريد. لون تشرفك؟ لوين يعني؟ عشيرتهم لعنا على الشعبي. حط لي الكلام شبيده أحسن ما يهرب. لوين بدي يهرب؟ بعدين ما حضرتك وأنا شو عامل؟ هلأ بتعرف مين حضرتي. شرف إن شاء الله دخيلكم. طولوا بالكم شوي لا تفضحونا مشان سمعة المحل. الله يخلينا ياك. لو كنت حريص على سمعة محلك كنت ما تحركت خطوة واحدة بدون ما تغطي حالك بتراخيص نظامية. شو فكرك الشغلة فلتانة؟ خلص أبو شباب الله يخلي لي ياك، دخيلك ولا فضايح، منصلح الوضع. من بكرة بقدم له طلب، قسما بالله بقدم له إذن عمل، بس اتركه يكمل وصلته هلأ. معلش ليك ارتعب المسكين. شحطوه على السيارة، فات الأوان يا أبو حمدي. طولوا بالكم يا جماعة، يا أخ يا حباب إذا بتريد. لك يا أخونا لحظة بس لنتفاهم. الله يخليك في كلمتين. طيب يا أخي هالجماعة هالناس هي اللي قاعدة مشان تسمع المطرب، شو ذنبها؟ الله يخلي لي إياك. والله نحن ما لنا علاقة، دبر راسك يا أبو حمدي. شلون بدي دبر راسي؟ شلون بدي دبر راسي؟ ربطوني إيدي. الله يخلي لي إياك. اسمع أبو حمدي. نعم. أنت ما بتهون علي، قد ما كان في بيناتنا خبز وكباب أرمنازي. مو هيك أرمنازي؟ في معنى واحد من الشباب صوته جبلي وقوي، بيقدح مواويله عتابة وصوته من أحف راسه، شو رأيك؟ أنا واحد منهم. هلأ هذا بده يغني؟ إيه ليش لا؟ يلي عم بيغنوا أحسن منه؟ لا ما قلنا شي، كل الناس خير وبركة، بس هذا وشه مو سياحي ابدا، مو سياحي يا جماعة. شو الحكي؟ هذا وش وش وائل كفوري وش؟ إيه؟ نحن حبينا نخدمك تصطفل. خسرتني.
الله وكيلك الناس السهرانة ارتعبت وتكهرب الجو كله. لا وشو فكروا؟ فكروا انه المطرب عمل له شي شغلة لحتى نزلوه موجودا عن المسرح، وما صدقوا انه الشغلة كلياتها مشان شقفة رخصة. فعلا ورطة. وشو عملت بعدين؟ يعني كيف كفيتوا السهرة بلا مطرب؟ الله سبحانه وتعالى ما بده يضرني، بعت لي مطرب من غامض علمه. كيف بقى؟ واحد من الجراسين اللي عندي خلصت ورديته وركب تاكسي وبدي اروح على بيته. من سيرة لسيرة قال له الشوفير انا بغني وصوتي حلو كتير. خبرني الجرسون بالتليفون من الطريق. قلت له ايدي بزنارك تعوا بسرعة، الناس ما عم تنبلع مع اللقمة بدون طرب، ما عم تنبلع. وفعلا ما كذب خبرها الشوفير، صفى التاكسي وطلع بوشه على المسرح. ايه كمش هالميكروفون وضل يغني ويقدح مواويل لساعة تنتين هيك لحتى نسيت الناس شو صار بأول السهرة. منيح والله أنقذ الموقف. ويا ترى طلع صوته حلو مثل ما قالوا لك؟ مو حلو حلو، انت التانية. بس معلومك بآخر الليل ما بيعود حدا بيميز، يعني إذا أنا طلعت غنيت بزقفولي ساعة زمان. المهم عندهم الموسيقى شغالة وواحد ماسك ميكروفون. دخيلك شو رح نطرز الفن هلا انت التانية؟ بس ان شاء الله ما يكون استحكمك. مين؟ المطرب. بشو؟ بالاجرة، لانه في ناس ما بيصدقوا على الله، انت تصح لهم هيك فرصة لحتى يلهطوا على ابو جنب. لا الزلمة طلع ادمي كتير وما استحكمني منوب، اخذ عداد ونص. شو هاد؟ مو هو بيشتغل شوفير تاكسي؟ ايه قال متعود يشتغل على العداد سواء كان جوات السيارة او براتها، مشان هيك الأخ شغل العداد قبل ما ينزل يغني ورجع شافه بآخر السهرة وعلى هالأساس قبض. طالما على العداد ليش العداد ونص؟ لك مو دنيا آخر ليه؟ ترتفع التسعيرة. لا زلمة حقاني هيك بيطلع له. طيب والمطرب هداك شو رح تساوي فيه؟ بكرة بدبر له موافقة وبرجعه للمطعم وبركب له عداد. الله يسعد مساكم جميعا، تحية حب لحارة شباب العوامي اللي قاعدين معنا الليلة وأحلى شباب. ألف تحية لشباب حارة السيباط، أحلى شباب. من بعد شباب حارة العوامة ما في شباب يا بضاي؟ هادو لا شباب حارة السيباط وبس، والباقي خاص. خلاص وعد مطرحك ولا؟ أنا من اللي خاص بدي لعن. مين رح تتصل معلمي؟ بشعبة التراخيص، مو هن قالوا كل ما بتصير عندكم مشكلة خبرونا؟ مزبوط معلم مزبوط. ألو؟
يعطيك العافية. أنا أبو حمدي. أهلين أبو حمدي، خير؟ صايرة عنا مشكلة بالمطعم، مشكلة. لك روح روح من وشي، روح هديهم هلأ. مولكم سيدي مولكم. لا مشكلة كبيرة عنا هون بالمطعم. مشكلة شو؟ تعال بسرعة دخيلك، المطعم عم يتكسر. لك اطول بالك لا افهم شو القصة. في شباب عم يتخانقوا مع بعضهم ونازلين تطويش بالكراسي والطاولات. وشو السبب؟ السبب سخيف كتير مشان المطرب. يعني ما في اسباب سياسية؟ لا لا ما في شي من هاد النوم. ايه طيب وبعت لنا سيارة لنجي. ليش ما عندكم سيارة؟ عنا تنتين مناوبين، واحدة دولابة منفس والتاني دولابة بنشير. ولك يا حبيبي على مين ما ابعت لكم السيارة وتوصلوا لعندي بيكون راح المطعم اتطبش. شو اعمل لك يعني؟ نجي على رجلينا؟ لا العفو، بس بسيطة ولا يهمك، راح ابعت لكم سيارة بس بسرعة مشان الله. شو ها؟ كرسي؟ ايه وبعدين شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ شوفت عينك، كسروا كل شيء وهربوا. تأخرتوا شوي انتو، ما تأخرتوا؟ بالعكس، وين التأخير؟ أول ما زمرتنا السيارة نزلنا، قطعنا عشانها ونزلنا، يعني هذا أسرع وقت ممكن؟ هلأ ساعة كاملة أسرع وقت ممكن؟ لكان أبطأ وقت ممكن قديش؟ أشبنا أبو حمدي، أشو صار يعني؟ كل هالخسائر وشو صار؟ حصرت الخسائر شي؟ ما حصرت شي. بعدين إذا سجلتوا لي الخسائر بالضبط شو رح أستفيد يعني؟ رح تعوضوني شيء؟ وشو دخلنا نحن نعوضك؟ بكرة إذا كمشنا المجرمين منغرمهم بكل الخسائر. بعدين دخلك شو الخسائر اللي عندك؟ كلها كم كرسي وكم صحن، هاي هي الخسائر. شو صار يعني؟ فكرنا الشغلة أخطر من هيك بكتير. الله يصلحك يا أبو حمدي، جبتنا كرفتي كنا بدنا نتعشى حاطين عشانا، وصح لنا ناكل منه لقمة، قطعنا عشانا واجينا رقيد. معلش يا جماعة لا تأخذوني، ضيعت لكم وقتكم الثمين. تعا يا سعيد. أمر معلم. نزل عشا للشباب، قطعنا لهم عشاهم. اقول للمطرب يطلع يغني لنا كم موال وعتابة كمان حاكم، ما بنقدر نتعشى إلا والطرب شغال. شباب أبو حمدي اروق، المهم الشعار ما صار له شي بنوب. ايه الحمد لله ما صار له شيء، سبحان الله محمي هالشعار حمايته ربانية من رب العالمين. شو يا سعيد عم تمسح لي عنه الغبرة؟ عم نمسح يا سيدنا، بس اليوم التهينا شوي بالخناقة فما مسحنا. ما بصير يا سعيد ما بصير، الشعار أهم شيء، كل يوم لازم تنفض عنه الغبرة وبدك تليفه كل أسبوع مرة على الأقل. شعار هاد مو مسخرة. طبعا أهم شيء الليفة، الله يرضى عليك كل يوم ليفه. شو بتحبوا تتعشوا اليوم سيدنا؟ هات لي الليفة لشوف، قصدي الليستا. أخ يا راسي أخ، الله وكيلك يا محمدي، فوق كل الخسارة اللي خسرتها قعدوا ياكلوا ويشربوا ولا على بالهم. لا وما بتنزلط معهم اللقمة بدون طرب، طالعوا المطرب يغني لهم هوارة وميجنة وعتابة لوش الصبح. يعني ما طلع شي من جيبتهم؟ ما شفت قرشون؟ طول بالك. لك ما شفت شي مثل العادة. ايه حق عليك، انا اتصلت فيهم. شو بيعرفني انه رح يصير فيه هيك؟ بس 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 حاجة اسمه دياتك، فلعتي لي راسي مفلع. الله يسلمك. بعدين انت مالك عرفانة شو القصة؟ لك القصة ان اتصلنا مشكلة وان ما اتصلنا مشكلة، وخفت اذا ما اتصلت يقولوا لي تاني يوم ليش ما اتصلت حبيبنا. وليه على هالعلقة؟ يعني موت وخربان بيوت؟ لك اخ يا محمدي اخ، رح ينخرب بيتي يا مخلوقة، ما عم لحق دفع مصاري. التخريب من جهة واللجنة من جهة والطاولات اللي عم تنفرد ببلاش من جهة. لك شو فاتح أنا سبيل على روح جدودي ولا تكية السلطان عبد الحميد يعني؟ ليش مين كمان عم يأكل عندك ببلاش؟ انبوع وزنبوع، دورية فايتة ودورية طالعة، لجنة طالعة ولجنة فايتة. لك حتى رئيس بلدية عين التعلاب ما خلصت منه. يو وشو دخلوا فيك هذا التاني؟ مو مطعمي مبني ضمن الحدود الإقليمية للبلدية، لازم يتغدى ويتعشى عندي كل يوم والتاني هو وضيوفه، لازم. طبعا هذا غير موظفين البلدية والصحة والتموين والمختار وغير بياعين الكتب وتجار الشعارات يلي رايحين جايين كل يوم مثل مكوك الحايك. لك آخ يا محمدي آخ، لو كنت عرفان هيك كنت ما اجيت من الخليج، كنت ضليت هنيك وعين الله حولي.
قال شو؟ جيت لحتى استثمر مصاري بالبلد واعمل مشروع سياحي مهم. إيه مرحبا، مرحبا استثمار. معلش طول بالك تقبرني، سعرك بسعر هالناس اللي فاتحه مطاعم. معك معك بتتعود على هالشي. قلتك بكره هالخد بيتعود على اللطم. تاخذ لك حبه تانية؟ لا خديها انت، مو قفلتيلي مخي. بيضاء لك دروية شوب صفاء الياسمين نقاء وعبيرة اللي عملوا الخناقة المرة الماضية سهرانين هون. شو هالحكي؟ هدول هن؟ ايه هدول. معلم شو رأيك تتصل باللجنة تخليهم يجيكم شوون؟ المشكلة انه ما بتجيب لجنة بلا سبب. لازم نعلقهم مع بعضهم بالأول. معلم ترك علي. الله يسعد مساكم جميعا. أحلى سلام وراء تحية لشباب حارة العوامي، أحلى شباب. الله محيي شباب الطيبة. عود محلك بلا نطفطة. لك لمين هي يا بضاي؟ للصراصير اللي مثلك. ولك أنا بشيط. ألو مرحبا، أنا أبو حمدي. أهلين أبو حمدي، خير؟ دخيلكم الحقوني الحقوني الحقوني، رجعت علي. بين مين ومين؟ شباب العوامة مع شباب الصباط. ابعتلكم سيارة مشان تجوا. لك قبل ما تبعتلي السيارة، ايه شلون الوضع عندك؟ الطاولات والكراسي عم يتكسروا. هي قديمة غيره. وعليش نفوت بعض المسحوم والكاسات. هدول مراهقين مو خرجون يجرحوا بعض. وكمان كسروا الشعار. قالوا الشعار؟ شعارنا؟ اي نعم شعاركم. لا تخلي حدا يتزحزح من محله، دقيقتين بنكون عندكم. يعني ابعتلكم السيارة؟ لك قالوا سيارة هاي؟ شو مجنون انت؟ عنا 10 سيارات مستنفرين لهيك شغلة. الشعار مين كسره؟